التمرين اللي مجننكم وعم يغير بمستواكم بشكل رهيب ولدرجة انه مش قادرين تصبروا بدكم كمان، قاعدين بتطلبوني اني اعلي لكم المستوى شوية. ليش؟ انه تحسن مستواكم بشكل كتير كبير في مجرد بس قديش صار لنا اسبوعين نعمل التمرين هذا. اليوم عليت المستوى، تعال نشوف الناس اللي بتطالب بالمستوى الاعلى هل راح يجيبوا علامة كاملة ولا لا. يلا نشوف مع بعض. حبايب قلبي وسوس بيتي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اهلا وسهلا فيكم، كل الحب لكم اينما كنتم. اليوم التمرين هذا اللي انتم بتحبوه اللي فيه فائده كتير كبيره، اللي الناس انا صراحه منبهر من كميه ردود الافعال الرهيبه اللي ببعثوا لي، لاي درجه عم بيطور في مستواهم هذا التمرين وما بدهمش اي تمرين غيره. طالبتوني باني اعلي المستوى، اصعب الجمل. اليوم راح نبدا نصعب عن جد ونشوف مين الأسد اللي بيقدر يجيب 5 على 5. كلمات جديدة، شوية جرامة، مصطلحات صعبة شوية، ولكن بنتكرر كل يوم بحياتنا اليومية. هان بتبين مين اللي بيعرف يترجم ترجمة حرفية وترجمة عالية. نبدأ، لايك للفيديو، صليت على النبي، بسم الله. قبل ما نبدأ بدي بتعليق تعطيني ايش السؤال اللي غلطت فيه وقديش درجتك عشان اقدر اكرر لك اياه وما تقعدش تعيد الغلطة مرتين. جاهزين؟ بسم الله. الجملة الأولى بتقول: هل واجهتك مشكلة؟ هل واجهتك مشكلة؟ هل أستطيع مساعدتك؟ مثل ما أنتم طلبتوا مني رح أحاول أتكلم شوية إنجليزي بالفيديو كمان. أوكي. So when we start to translate something، لما بدنا نترجم شيء، we ask ourselves، برافو عليكم، two questions. The first question is it a sentence or a question؟ هذا جملة ولا سؤال؟ There are two questions. سؤالين. The second question, what's the tense of this sentence? يعني شو الزمن تبع هذه الجملة أو السؤال؟ تعال نشوف الجملة. هل واجهتك في الماضي؟ تعال نشوف هل لقيت أي ماضي. هل أستطيع مساعدتك؟ إيش هذا بقول لك؟ الآن قاعد بطلب منك يعني مضارع. الآن هذا التريك لما في الماضي كيف نعبر عنه؟ عفوا، واللي علمتكم إياه هذا لما أنا أحكي عن الماضي بس انا مش عارف متى في الماضي، ما فيش كلمه yesterday، last week، last night، الشهر الماضي. ايش بستعمل؟ بستعمل المضارع التام اللي هو have و has. تعال نشوف have و has مع مين الضمير؟ انت. ايش انا بدي احط؟ بوم، هذا القلم مش منيح، هذا القلم اللي انتم بتحبوه لي خطه حلو. ها، هل واجهتك باستعمال you في الزمن المضارع التام؟ ايش بستعمل؟ have you ايش يعني واجهه؟ have you faced، من كلمه وجه. have you faced a problem، have you faced a problem، هل واجهت مشكله؟ لاحظ انه بالعربي ايش بيصير؟ المشكله هي الفعل، ولكن لانه ما بنترجمش ترجمه حرفيه بنترجم المعنى المقصود تغير، صار انت. هل انت واجهت مشكله؟ شايف كيف؟ بنقولش نقول is a problem، has a problem faced you. غريب عمركم ما بتسمعها ولو انه جرامر صح. اذا have you faced a problem، هاي لاحظ انه have اجت مع you وكمان حطيت للفعل ايش؟ ed من face. تعال هنا face معناتها وجه، ولكن ايضا مع face تيجي فعل معناتها يواجه. نجيب القلم اللي خطه تاني. ها، يواجه. حلوين. طيب في ناس قالوا لي استاذ اكتب بعده الوان لونا. والله مدللين انتم اقصد. حاضر، راح اشتري قلم جديده ولونها تقرا معايا. تعال ناخذ الشق الثاني. الشق الثاني بيقول هل استطيع مساعدتك؟ هذا اخذناه اكثر من مره وتعمدت اني اكرره عشان تثبت في راس الناس اللي غلطوا فيه. كيف بقول هل؟ هذا ايش؟ مضارع بسيط. انا في المضارع البسيط اللي هو البريزنت سمبل ايش باخذ مع هل؟ ايش هل؟ ايش بتاخذ؟ كان مع الاستطاعه وليس دو كان مع الاستطاعه. لما اقول هل استطيع انت على طول تحفظها ايش؟ كان اي. بوم، هل استطيع. كان اي ايش؟ هيلب يو. خدناها 20,000 مره. كان اي هيلب يو؟ هل استطيع مساعدتك؟ بوم، خلصت الجمله الاولى. اذا أول حاجة عندنا إياها سؤال في المضارع التام، هاب أخذت إيدي، والثاني هل أستطيع حافظينها؟ كان أي.
اللي حلها يعطي حل ناجح. طبعا في نسبه كبيره دخل على الفيديو والمسكين مش بده يطلع الان او تلاقيه طلع اصلا حتى. هذول ناس يعني ميؤوس منهم، حالات ميؤوسه، بالباقي لهم الفيسبوك والتيك توك بس، بالباقي لهم مش الا الفشل. نيجي للجمله رقم 2 يا اسود، ركز معايا بالورقه والقلم. The second is we ask ourselves is it bravo is it a question or a sentence. Is the question or sentence? Oh, it is a long sentence. Question number two, what's the tense of this sentence? شو الزمن تبع هذه الجملة؟ تعال نشوف. يمكنني أن أجعله أو أقنعه ليوافق على الخطة. إيش الزمن؟ كله بحكي عن حقيقة. أنا بقول والله أنا بقدر أخليه يوافق. أنت بتروح لأمك فأمك بتقول لك أنا بقدر أخلي أبوك يوافق بس إذا تعمل اللي بدك إياه، إذا تسمع كلامي، إذا تحمل الواجب. كيف نقول يمكنني أن؟ قلنا الاستطاعة ويمكنني لحالها في حرف الكاف. إيش بنقول؟ نبدأ في الضمير. مين أنا؟ أنا إيش بقول؟ I. كيف أقول يمكنني؟ أخذناها I can. برافو عليك. I can. I can. كيف بدي أقول أجعل أو أقنع؟ إما أحسن جملة أنا أقول I can convince. I can convince. Convince him. أو بالفي مش بالاف. I can convince him. إيش convince or I can make him. I can make him أو can convince him. إيش يعني يوافق على الخطة؟ هنا بشوية بزنس انجليش، شوية جملة معروف عليها مصطلح وفي لها جملة كتير حلوة أحلى من أي شيء تاني. كيف بقول يوافق على خطة؟ يوافق يعني إيش؟ يختم عليها، يعني يعطينا الأوكي. كيف نقول المصطلح؟ I can convince or make him إيش؟ to validate إيش؟ the plan. بوم. لاحظ لان فيش إيه في الآخر. I can convince him. Convince بالآي. I can convince him to validate the plan. أنا بقدر أقنعه أو make him أخليه إيش؟ validate. إيش يعني validate؟ يعني بوم يوافق. بيو. نقولش يوافق على الخطة to agree on the plan ولا agree. No. الجمل أحلى والأرتب اللي هو هذه يوافقها بالإنجليزي to validate يعني بوم يختم لنا عليها وافق. ممتاز. تعال نشوف الجملة رقم 3 زي الأسد، ركز معايا وما تنسوش حسابنا انستغرام سبيتا ميديا، قاعدين بنحط عليه كثير أشياء على انستغرام سبيتا ميديا وأنت قاعد مضيع كل العلم والفائدة عن نفسك. الجملة رقم 3 قصيرة وصعبة ومتداولة كثير ونشوف مين يحلها صح. أنا مش ترجمة حرفية. الوقت يمر بسرعة ولا نشعر به. First question, is it a sentence or a question? It's a sentence. What's the tense of this? تعال نشوف. الوقت يمر بسرعة. هل هذه إيش الزمن تبعها؟ إذا غالباً نعتبرها حقيقة. لما اعتبرها حقيقة إيش الزمن بدور على الحقيقة؟ حفظتك أمه الزمن هذا المضارع البسيط. برافو عليك. ولا نشعر به برضو نفس الشيء، مضارع بسيط حقيقة. في ناس ممكن تقول الوقت يمر قاعد يمر بدي اعتبره present continuous يعني مضارع مستمر. تعال نحل الاثنين. لما انا بدي اقول بدي اعتبره اي بتبدا من هنا، لما انا بدي اعتبره انه مضارع بسيط ايش بقول؟ time بنفع اقول the time. طيب اوكي بس هي معروفه. the time ايش يعني؟ يعدي بسرعه. با وحطينا اي اس. ليش؟ لأنه المضارع البسيط مع هي وشي وإت بتحط له اس، ولأنه هنا بينتهي باثنين اس حطيت اي اس. The time or time passes quickly. الوقت بيعدي بسرعة. طب لو أنا بدي أخليها مضارع مستمر بقول time is passing quickly. ما تنساش is حطينا مع الفعل ing. The time passes أو pass quickly and يعني ونحن احنا مش حاسين فيها ما نحسش فيها. كيف نقول and we ايش؟ برافو عليك. في المضارع البسيط مع we بالنفي بحط don't. And we don't ايش؟ ايش يعني يشعر؟
علي صوتك برافو عليك feel it. The time passes quickly and we don't feel it. ونحن مش حاسين. العمر بيجري. بنرجع نقول إيش؟ على فكرة لو أنا أترجم كلمة بدل ما أقول الوقت مرة صعب بدي أقول العمر بيجري. نفس الشيء بترجمها برضو time passes quickly. طب كيف؟ time الوقت والعمر معناتها إيش؟ هيك بالإنجليزي بنقولها. هيك معروفة. هيك مصطلح تبعها. لو أنا بدي أقول العمر بيجري برضو بقول time passes quickly. The time is passing quickly. العمر بيجري. اتفقنا؟ تعال نحل الجملة رقم 4 زي الأسد. أتمنى لو أعلم والأعرف ما الذي يجري. اشتغل هنا. إيش؟ بديش أقول حركات نسوان بلاش يزعلي. بلاش يفضحوني. بس هي بتلاقيها قاعدة مش عارفة تقعد. بدها تعرف إيش قاعد بيصير عن شريتها. بدها تعرف إيش قاعد بيصير بين جوزها وصاحبه. هو بدهم يعرفوا إيش قاعد بيصير. بعد أنت ليش يلعب في المخ. بدها أعرف إيش قاعد بيصير. اخ لو اعرف ايش قاعد بيصير. مش هيك هيك بنقول ليل نهار بنسمع اخ بس لو اعرف ايش قاعد بيصير. كيف بنقولها بالانجليزي هذه؟ طبعا انا نادر ما بسمع انجليزي واحد بالاجنبي بيقولها. خبيش عليك ما انا بسمع عند العرب. مش متذكر في اخر 5 سنين اذا سمعتها. اتمنى لو اعلم اعرف ما الذي يجري. تعال نشوفها. Is it a question or a sentence? It's a sentence. هو جمله بيقول. اتمنى هي عباره عن ايش الزمن تبعها؟ They tense at two. اثنين مختلفين. ايش هم؟ اتمنى لو اعلم هذه الحقيقة مضارع بسيط. ما الذي يجري؟ ايش اللي قاعد بيصير؟ ايش الزمن؟ برافو عليك مضارع مستمر. تعال نشوفك حليتها صح ولا زي الاسد. اتمنى لو اعلم. كيف بقول اتمنى؟ اما بقول I wish. بقولش I hope. hope معناتها يأمل. الفرق تعال معايا. تعال هنا. هوب معناتها يأمل أو أمل. أوكي؟ ولكن وش معناتها يتمنى. ما تخلطش بين الاثنين. تعال نقول إذن أتمنى I wish إيش؟ I wish I know. لاحظ هاي الفعل جملة وهي كمان جملة. I wish I know. I wish I could. I wish I see. I wish I travel. إذن I wish I know. إيش هيها؟ I wish I know. إيش اللي قاعد بيصير؟ كيف أقولها؟ What اللي هي ما. ما هذه معناها what الذي يجري. What is إيش؟ برافو عليك. What is happening؟ مين حلها صح؟ بدي تكتب لي في تعليق في أشوفك مين حلها صح. مين جاب 5/5 وما تكذبش عليها عشان أشوف مين حلها. إذن أتمنى لو أعرف I wish I know. أتمنى لو أسافر I wish I travel. أتمنى لو أنجح I wish I succeed. أتمنى لو أتعلم I wish I learn. بوم تحفظها مصطلح زي الأسد لحاله. ما الذي يجري؟ إيش اللي قاعد بيصير؟ What is happening؟ لو بترجم ترجمة حرفية اللي يجري يجري يعني running. What is running؟ غلط. لو كتبت What is running بضحكوا عليك الناس. هنا ما الذي يجري مش حاجة قاعد تجري. نو ايش اللي قاعد بيصير؟ هاي المقصد من ما الذي يجري. تعال last question number 5. هل تخفي عني شيء ما؟ لقد عانيت بما فيه الكفاية. هذه أصعب واحدة. رقم 5 هي أصعب واحدة. تعال نشوف. Is it a question or a sentence? It's a question and a sentence. أوكي نسأل حنا السؤال الثاني. What is the tense of this sentence or a question? تعال نشوف. هل تخفي عني شيئا ما؟ هذه ايش انا بدعت بدها؟ المفروض انه انت اخفيته ولساتك مخفي. الغالبيه بيستعمل مضارع بسيط. ولكن انا بالنسبه لي ومضارع بسيط مش هقول لك غلط. بعتبر الصح ان هي المضارع المستمر present continuous. ليش؟ انه انت مخفي ولساته مستمر في الخفيان وليس حقيقة او عادة الا اذا هو متعود يخبي عليك يا مسكينة. ساعتها انت متعودة بنقول عنها عادة انه يخبي فبنستعمل مضارع بسيط. لكن انا بالنسبة لي مضارع مستمر. تعال ناخدها. كيف بدنا نحل التنتين؟ نعتبرها مضارع بسيط ومضارع مستمر. بدي اعتبرها مضارع مستمر present continuous. ايش بقول؟ Are you hiding something من me from me. Are you hiding something from. وبنفع الناس يقول on me.
Are you hiding something from me? Are you hiding something from me? الاثنين صح على حسب مخبيها وراه ولا مخبيها جوا عقله. طب لو انا بدي استعمل مضارع بسيط ايش بقول؟ بدل دو في المضارع البسيط مع يو ايش بتاخذ هل؟ برافو عليك. Do you hide something? كم something from me أو on me? No. إذا اختلفت إما هذه أو معها الفعل طبعا. إذا are you hiding something from me or are you hiding something on me؟ هي بتكمل عليه بتقول له أنا عانيت بما فيه الكفاية. مين بيعرف المصطلح هذا؟ هذا مصطلح جدا مشهور بنسمعه كل يوم بالأفلام الأمريكية. كيف نقوله هذا المصطلح بدون ما تعرف قواعد وتعرف ايش بقول؟ ايش بقول؟ وترجمته غريبة. I have had enough. بدون ما تكذب علي قول لي مين ترجمها صح هذا المصطلح الثاني. I have had enough. بالافلام ايش بتقول الامريكان بيسمعوك بتسمعهم ايش بيقولوا؟ I've had enough. I've had enough from this. I've had enough. خلاص يعني انا وصل معي لهنا. وصلت لمنخاري خلاص. ما عادش استحمل واصل المنخاري. لقد عانيت اللي فيها مكفيني ما كلها. أفهاتي نف أفهاتي معصبة معاها ولعت اهرب من البيت يا مسكين. أفهاتي نف خلاص. يعني ممكن واحد يقول لي استاذ طب ينفع اقول I have suffered enough؟ وين احط لك اياها؟ احط لك اياها هنا معلش اعمل زوم يا محمد. I have suffered enough. بنفع؟ بنفع. أنا عانيت بما فيه الكفاية. إذا خمسة أسئلة صعبنا المستوى شوية اليوم. بدي أشوف الآن بدي أتلزز على التعليقات بدون ما تكذب علي أشوف مين الناس بالذات اللي كان يقول لي أستاذ علي المستوى أشوف شاب خمسة ولا ما جابش خمسة اليوم. إذا بتكتبش على دفترك وبتلفظ ورايا بدي أذبح التبع. هذا التمرين بيسيبك من كل الأمة اللي بتعلم إنجليزي في الحياة كلها في الكواكب الأخرى وتبع معي هذول التمارين على اللوح. تكتب بالورقة والقلم، تلفظ بلسانك، تحفظ المصطلحات اللي قلت لك عليها هذه، تحفظها حفظ تحفظها وتعرف تلفظها. تكتب لي بتعليق قد ايش الخمسة وايش السؤال اللي غلطت فيه. زي الأسد دعوة حلوة زي ما أنا بدعي لكم انتظرونا بالفيديو الجديد.